ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الذي وفقنا لما نحن فيه الآن. أهنئ أبنائي الذين وقع عليهم هذا اللون من العدوان خلال الأيام الماضية، أهنئهم وأهنئ كل أهلهم وذويهم وشعب مصر كله بخروجهم دون أن يصاب أحد منهم بأي أذى، الحمد لله. ثم أتوجه بالتهنئة والتقدير لكل هذه القيادات، قيادات مصر، القوات المسلحة وكل قياداتها وأبنائها، ووزارة الداخلية كل أبنائها وكل قياداتها، المخابرات العامة وما بذلته الحكومة والوزارة وما نبذله جميعا. الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وباقي القيادات في القوات المسلحة وأبنائهم جميعا، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وكل قيادات والذين شاركوا في هذه العملية مع إخوانهم من القوات المسلحة. وأنا أريد أن أخص بالذكر اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الأمن المركزي الذي ما زال موجودا في الميدان مع باقي إخوانه من أبناء الداخلية والقوات المسلحة، واللواء رأفت شحاتة وهو مدير المخابرات العامة. وأريد أن أحيي بكل تأكيد لواء محمود حجازي مدير المخابرات العسكرية وكل من معه من رجال المخابرات العسكرية، وكذلك اللواء أحمد حلمي مباحث العامة الأمن العام، لواء خالد ثروة الأمن الوطني، كل هؤلاء، اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني الذي كان وما زال يقف على أرض الميدان وهو معنا الآن، وصاحب القيادة الحكيمة مع رجال القوات المسلحة والشرطة في هذه العملية الكبيرة الممتدة. مصر جميعا من ساهموا من هذا الوطن هم كل أبناء مصر الذين التفوا حول قيادتهم، حول قواتهم المسلحة، حول وزارة الداخلية، حول كل أجهزة الأمن. نحن جميعا هذا نموذج ومثال كيف يكون التكامل وكيف يكون التعاون وكيف يكون التخطيط وكيف يكون التنفيذ وكيف يكون الوطن هو الأول والأخير والمواطنين هم الهدف أينما وجدوا. أبنائنا هؤلاء ولا قطر الدماء واحدة ولا يساء لأي منهم. أهلنا في سيناء، أصحاب الأرض المقيمين فيها، أهلنا الذين نحافظ عليهم، على أطفالهم، على نسائهم، على رجالهم، على بيوتهم، على أرضهم، على حقوقهم. تعاونوا معنا في هذا، تعاونوا مع رجال القوات المسلحة ورجال الداخلية ورجال المخابرات، تعاون الجميع ورجال سيناء في القلب من هذا كله لكي تتم هذه العملية ويخرج أبنائنا بهذا الشكل، هذا الشكل
الذي يحافظ على كرامة الوطن وعلى أمن وكرامة المواطنين. لا نتعجل ولا نتراجع. الدولة سلطانها وهيمنتها المتمثلة في مواطنيها المنتشرين في كل مكان في مصر وفي سيناء، والمتمثلة في رجالها من أبناء القوات المسلحة والداخلية وباقي الأجهزة. هذا مثال لكيف يكون التعاون، وكيف يكون التكامل، وكيف يكون التخطيط، وكيف تكون العمليات في التنفيذ. هذا المثال نحن نتحرك به دائما. هذه مصر، وبالتالي لا تضيع الحقوق. نحن نتحرك لأن الدولة المصرية القوية الفاعلة، النموذج الآن، سرعة الانتشار للقوات المسلحة بشكل يضمن سلامة الوطن إذا ما وقع عليه أي نوع من أنواع العدوان. سرعة الانتشار واتخاذ الأماكن وتطوير المكان واستخدام التضاريس والجغرافيا والقوة والتدريب، وكذلك رجال الداخلية وانتشارهم مع إخوانهم القوات المسلحة ووجودهم في الميدان معهم، وكذلك كل أجهزة الأمن الأخرى الموجودة معنا الآن، والرجال والجنود المجهولين المعروفين بالتفاصيل لنا، وربما لا يتسع المقام للحديث عنهم جميعا. أقول هذه المناسبة، وإن كنا تألمنا كثيرا لأن ولدنا نالهم ما نالهم، إلا أننا نؤكد على نقاط مهمة في هذه المناسبة. مصر جسد واحد، مصر قيادة واحدة، مصر قوة متكاملة على أرض مصر بكل أرجائها، شرقا غربا شمالا جنوبا. بفضل الله ننتج، بفضل الله نتقدم، إرادتنا بأيدينا، قواتنا المسلحة تفرض على أرض الوطن بكل قوة واقتدار كيف تحمى حدود هذا الوطن وأمن هذا الوطن. ورجال الداخلية والشرطة يتحركون، وأنتم تسمعون عن الكثير من الإنجازات في هذا المجال من الداخلية في داخل الوطن في دورهم الأصيل والأساسي، وأمن الوطن واستقراره في الداخل، وإذا ما لزم الأمر هكذا في أطرافه لحماية مواطنيه، وكل يؤدي دوره بتكامل مع الآخر. هذه الملحمة والمنظومة تؤكد وحدة الوطن ووحدة القيادة ووحدة الأدوات ووحدة الهدف وتعدد الوسائل داخل إطار الخطة. وضعت خطة لهذا، وما زلنا نضع خططا كثيرة في مجالات أخرى. والنقطة التالية، نحن مستمرون في تحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء. في سيناء، هذه ليست عملية قصيرة الأجل وتنتهي. أولها كما حددنا أبناؤنا بغير نقطة دم واحدة. أنا أريد في هذا المجال أيضا أن أتوجه بالتقدير والشكر إلى رجال القبائل أبناء الأرض في سيناء الذين ساهموا مساهمة فعالة في تحقيق هذا الهدف المرحلي المهم، دون أن يكون هناك إصابات ودون أن تكون هناك دماء. نحن نتحمل وقواتنا تتحمل مثل هذه الأمور لحفظ الأمن. النقطة التالية هي هذه منطلق هذه المرحلة وهذا الحدث منطلق لنا جميعا. سيناء وحلول مشاكل أبناء سيناء حقهم علينا، وتنمية سيناء التنمية الحقيقية، وحقوقهم الكاملة، حقوقهم السياسية، حقوقهم الاقتصادية الاجتماعية، حقوقهم التعليمية الصحية، حقوقهم كاملة كباقي أبناء مصر في كل مكان.